بالجمهورية اللبنانية المراسيم المشبوهة كتيرة، وهالمرة مرسوم جديد يحضر لتفريغ أساتذة بالجامعة اللبنانية. المرسوم بيهدف لتفريغ 1500 أستاذ، منهم 300 فقط مسيحيين، بإخلال فاضح لمبدأ التوازن الطائفي والكفاءة. محاولة تمرير المرسوم رح تصير على 3 دفعات. الأولى بتتضمن التوازن الطائفي، 300 مسيحي و300 مسلم، على أن تمرر أسماء الأساتذة المتبقية بوقت لاحق، بوقت مسألة ميزانية الجامعة اللبنانية بتحتاج إعادة نظر، وفي أساتذة مأكول حقهم وأساتذة بيتقاضوا رواتب من دون ما يحضروا للتعليم، وطلاب الجامعة عم يعانوا الأمرين. بعد في أشخاص مصرين على اعتبار هالجامعة مكان للزبائنية والتنفيع. حط الإيد على الجامعة اللبنانية بدها حل.